السلام عليكم ومرحبا بكم. بعد ما أعلن الناخب الوطني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي القائمة اللي باش تنافس كل من منتخبي جيبوتي وبوركينا فاسو من تصفيات كأس العالم قطر 2022، المقابلة الأولى وبكنا نعرفوا باش تتلعب في الجزائر نهار 2 سبتمبر، بعد 5 أيام باش تتلعب المقابلة الثانية نهار 7 سبتمبر ضد بوركينا فاسو في المغرب. في الفيديو نتاع اليوم باش نشوفوا مع بعضنا التشكيلة المحتملة اللي نجموا نلقاوها ضد جيبوتي، لكن ثم حاجة بركة نحب نقولها، جمال بلماضي راهو حتى لو كان يلعب مبولحي مهاجم راهو ثم علاش بصراحة مدرب عنده حنكة كبيرة، مدرب عنده في مخه وما يعمل حاجة إلا ما يقراها 1000%. جاوب حراس المرمى جمال بلماضي قدم الدعوة ثلاثة حراس وهم الرئيس المبولحي ألكسندر أوكيجا حارس ميتس الفرنسي وعبد الرحمن ميجادال. برأيي الشخصي المقابلة هذه ما هيش باش تكون صعيبة على المنتخب الجزائري، لكن يلزم يعرف كيف يدخل المقابلة هذه باش يبدأ المشوار متاعه على أحسن ما يرام. الكل شيء قبل قطر 2022 مهما كانت قيمة الحارس الموجودة في المنتخب الجزائري، حتى لو كان ألكسندر حارس ميتس الفرنسي، على خاطر بكلنا نعرفه ما ثماش حراس عرب يلعبوا في البطولات الخمسة الكبرى ومنهم البطولة الفرنسية، يعني تلقى عادي جدا لاعب عربي يلعب لك في ريال مدريد، مان سيتي، ليفربول، إشبيليا، يلعب لك في أي نادي كبير في أوروبا، لكن حارس يلعب في نادي أوروبي صعيبة شوية الحكاية. لكن ثم حارس واسمه الرايس المبولحي، رايس السفينة، قدم برشا للمنتخب الجزائري وأكثر من هكا مازال يقدم، على خاطر مع جمال بلماضي مش معناها قدمت يلزم يكون عندك مكان. شفنا إبراهيمي قدم قبل لكن توا المردود متاعه طاح أوت، ما ثمش بلاستو في القائمة متاع المنتخب الجزائري. مبولحي قدم ومازال يقدم وهذاك علاش باش نلقاوه في التشكيله متاعنا اللي باش تواجه منتخب جيبوتي. غير الايمن بعد غياب يوسف عطال باش نلقاو احمد طوبه لاعب فالفيك الهولندي واللي قاعد يقدم في مردود محترم مع الفريق متاعو. الظهير الايسر ما غير ما نفكروا برشا، تسال اي واحد تزيري اي مشجع تزيري تقول له شكون افضل لاعب ظهير ايسر مر على المنتخب الجزائري في تاريخ المنتخب الجزائري، تقريبا باش يقول لك رامي بن سبعيني لاعب بروسيا مش غلادباخ الالماني، وهذاك علاش باش نلقاوه في التشكيله متاعنا اللي باش تواجه منتخب جيبوتي. نجيو توا للمدافع المحوري وعيسى ماندي، كلنا تفرجنا البارح في المقابله متاع فياريال واتليتيكو مدريد، المقابله للدقيقه 90 فياريال منتصر 2-1 على اتليتيكو مدريد، لكن دقائق قبل وقوع الكارثه وكارثة وهفوة كبيرة برشا، ولهنا صار برشا اختلاف، ثم اللي يقول لك من عيسى ماندي وثم اللي يقول لك من حارس مرمى فيا ريا. من رأيي الشخصي وحاسب الخبرة القليلة متاعي نشوف انه الخطأ من حارس مرمى فيا ريال، على خاطر عيسى ماندي عينيه على الكرة، في المقابل حارس المرمى عينيه على الملعب كامل، يعني يلزمك تقرا اللعب، يلزمك تقرا المدافعين اللي معاك، يلزم تقرا المدافعين كيفاش يفكروا، ولهنا هفوه كبيره تحرم فيا ريال وتحرم زملاء عيسى مندي من زوز نقاط ثمينين جدا جدا. وكيف كيف باش نلقاو عيسى مندي في التشكيله نتاعنا. المدافع المحوري الثاني اللي باش نلقاوه بجوار عيسى مندي ثم عبد القادر بدران، مدافع الترجي الرياضي التونسي واللي قاعد يقدم في مردود كبير مع الترجي الرياضي، لكن في المكان هذايا باش نلقاو نوفل خاسف لاعب طونديلا البرتغالي واللي قاعد يقدم في مردود طيب وطيب جدا مع الفريق نتاعو، وهذاك كيف كيف علاش باش نلقاو في التشكيله نتاعو. وسط ميدان المنتخب الجزائري كنا نعرفوا جمال بلماضي يلعب بالفورماسيون 4-3-3، يعني باش نلقاو ثلاثه ملعبيه في وسط الميدان، ما غير ما نفكروا برشا باش نلقاو رامز زروقي لاعب تفنتي الهولندي، اللاعب هذايا اللي صار جدل كبير برشا عليه، ثم برشا انديه طالبه اللاعب هذا، لكن في الاخير نلقاوه في تفنتي الهولندي اما يقعد ملاعبي كبير، ملاعبي مازال صغير، قال احسن اختيار عملته انه اخترت المنتخب
الجزائري. نتصور اللاعب هذايا في السنوات القليلة القادمة باش نلقاوه في نادي كبير في أوروبا، وهذاك علاش باش نلقاوه في التشكيلة متاعنا. منتخب الجزائري عندهم لعبية في وسط ميدان من أفضل الملعبية الموجودين في المنتخبات العربية والإفريقية، على غرار إسماعيل بن ناصر، رامز زروقي، سفيان فيغولي، هاريس بالقبلة، هاشم بوداوي وآدم زروقي. هم عودتوا من الإصابة، ما نجموش نفكروا في السنوات هذه القادمة وسط ميدان المنتخب الجزائري ما غير اللاعب إسماعيل بن ناصر لاعب أسي ميلان الإيطالي. تماش فرصة خير من الفرصة هذه باش يرجع للأجواء متاع المنتخب، بما أنه المنتخب الجزائري يلعب ضد فريق بين قوسين متواضع. اللاعب الثالث اللي باش نلقاوه في التشكيلة تنجم تلعبه على اليمين كما تنجم تلعبه على اليسار كما تنجم تلعبه في محور وسط ميدان المنتخب الجزائري، هو سفيان فيغولي لاعب غلاتاسراي التركي، لاعب اللي فرض روحه بالإمكانيات الكبيرة اللي عنده باش يكون لاعب أساسي مع النادي متاعه. هذاك علاش باش نلقاوه في التشكيلة متاع المنتخب الجزائري. سفيان فيغولي ملاعبي عنده فيزيون كبيرة برشا. سفيان فيغولي وقت اللي يجيه الكرة ملاعبي انتليجون، ملاعبي يعرف اش يعمل بالكرة، حتى لو كان يكون في مأزق ديما الشواء متاعه تقريبا 90-95% يكون صحيح. جيو توا للثلاثة مهاجمين، نلقاو على الرواق الأيمن رياض محرز، هذايا بالحق يتسمى ركيزة من ركائز متاع المنتخب ومتاع الفريق متاعه، ولا وانه أموره حاليا ولا بد مع غوارديولا في مانشستر سيتي. تحيو رياض محرز اللي موجود في التشكيلة متاعنا. المنافسة بدأت توا بين البلايلي لاعب السد القطري وبين بالرحمة لاعب وستهام الانجليزي. صراحة الملعبية قاعدين يقدموا في إضافة كبيرة مع الأندية متاحهم، لكن كي نجي نشوفوا البلايلي يلعب في السد القطري ونلقاو بالرحمة يلعب في وستهام الانجليزي واللي النادي متاعه قاعد يقدم في مردود كبير برشا في بداية المشوار، لعب إلى حد الآن 3 مقابلات، انتصر في 2 وتعادل في مقابلة، ونلقاوه في المرتبة الثانية في البطولة الإنجليزية بطبيعة إلى حد الآن. بالرحمة قاعد يقدم في مردود كبير ومحترم مع النادي متاعه، ومن رأيي الشخصي هذاك علاش باش نلقاوه في التشكيلة متاعنا اللي باش يواجه بها منتخب جيبوتي. فكسة مازالت مستمرة في مركز رأس الحربة بين بغداد بونجاح وأندي ديلور لاعب نيس الفرنسي. أول حاجة الزوز ملعبية هذوما البنية الجسمانية متاعهم كيف كيف، يعني كي تشوف اللاعب هذا وتشوف اللاعب هذا أول حاجة تفكر فيها قبل الفنيات قبل التهديف تقول ما شاء الله يخلق من الشبه 40 حتى في الأبدان متاعهم. أندي ديلور قاعد يقدم في مردود محترم مع النادي متاعه، كيف كيف بغداد بونجاح قدم ويقدم وبإذن الله مازال يقدم مع المنتخب الجزائري، ومن رأيي الشخصي هذاك علاش باش نحط في التشكيلة اللي باش تواجه منتخب جيبوتي بغداد بونجاح. ملاعبي اللي يلعب في البطولة القطرية ويجيه عرض من البطولة الفرنسية من فريق خليونا نقوله متواضع في البطولة الأولى الفرنسية، قال الفريق هذا ما عنده ما يقدم لي في المشوار متاعي وهذاك علاش نرفض العرض. هذا كان يدل على حاجة، يدل انه اللاعب هذا عنده امكانيات كبيرة برشا، ربي ان شاء الله يوفقه مع المنتخب الجزائري. وفي الختام ما نجم نقول كان حظ موفق للمنتخب الجزائري ضد جيبوتي وبوركينا فاسو، كيف كيف حظ موفق للمنتخب التونسي ضد زامبيا، وكيف كيف ضد غينيا الاستوائية.